يجب أن نكون واضحين في أننا لن نخذل ضمائرنا، وأنه من الخطأ التاريخي أن نتنازل عن حقوقنا المشروعة. لمدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة، يحسب كلماته بميزان الذهب، ينزع عنها دسم العاطفة وفورات الانفعال، لكن تعرف الكلمات طريقها للقلب. عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية الثانية يحلم بنهضة رآها في الغرب وتمناها لوطنه، يثق في أن المحروسة ستنفض غبارها وتعود بهية معجبانية. بدأ مشوار الألف خطوة من عزبة الهجانة، لأن دعوات الغلابة خير ضامن للنجاح. معالي الوزير اهلا وسهلا بك، وفي الالقاب نقول السيد عمرو موسى معالي الوزير. كويس قوي السيد عمرو موسى. السيد عمرو موسى او المواطن عمرو موسى؟ المواطن عمرو موسى. طب وبعدين فخامة الرئيس؟ المرشح عمرو موسى وفخامة الرئيس. ده لما يجي وقتها هنقول فخامة الرئيس. لما يجي وقتها عايز اتمرن. احنا ما بنستخدمش في مصر فخامة الرئيس، نستخدم سيادة الرئيس. طيب سيادة الرئيس إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. سيادة الرئيس، لو أنا بعمل حاليا أول لقاء لرئيس جمهورية مصر العربية عمرو موسى، أول لقاء، أول شيء تريد أن تقوله لشعب مصر بعد أن أصبحت رئيسا إيه هو؟ هكون أولا بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا نبدأ. وحيكون دعوة إلى العمل الجاد، لأنه الوقت قصير ولابد نحن نلحق بثورة حقيقية لتغيير وجه مصر. وهنا أنا بأؤمن أنه ما عندناش وقت كتير، وأن لو أضعنا أي يوم أو أي فترة زمنية ولو قصيرة هتكون على حساب الإنجاز وعلى حساب أوقات إحنا عايزين نختصرها لنعود ما فات. وهذا يمكن عمله، وده اللي أنوي عمله إن شاء الله، بجدية والاعتماد على كفاءات المطلوبة لكل مجال من المجالات، والمجالات بتاعتنا كلها تحتاج إلى إعادة نظر كلها. فريق عمرو موسى الرئاسي، يعني إيه فريق رئاسي؟ احنا قصنا فيه كلام كتير من فريق رئاسي ومجموعة رئاسية. هناك رئيس بيختار معاوني طبقا للدستور، الإعلان الدستوري لابد أن يعين نائبا للرئيس أو أكثر في ظرف 60 يوم. الرئيس طبعا بيحتاج إلى معاونين، إلى مساعدين، إلى خبراء حوالي، وده اللي بيتشكل في يعني الصورة العامة له تتشكل دلوقتي، إنما تفاصيله بعد.